مشاهدينا فقرة المعرفة ودقيقة يا شباب، اليوم راح تكون مع مهارات التايكوندو والكابتن المها بهديلة. خلونا نتابع. أنا المها بهديلة ومدربة التايكوندو، واليوم حاعطيكم معلومات حلوة ومفيدة عن التايكوندو والأطفال. طيب، دائما أحب أنصح ونبدأ الطفل دائما من عمر أصغر لأنها أفضل له. الأشياء الحلوة في التايكوندو إنه الطفل دائما يكون مثلا ما بيعرف ينفس عن زعله، عن غضبه، أو عن توتره أو حزنه حتى. طبعا التايكوندو هنا بتلعب دور مرة كبير، دائما بتوجه الطفل من الأشياء هذه السلبية وبتوجه الطريق الصحيح، بتتحول إلى أشياء إيجابية. طيب، أشياء تانية اللي بنحب نعلمها كمان الأولاد إنه مد اليد لا يستحب على أخواننا أصدقائنا، فقط وقت التدريب. طيب، الأشياء اللي كلنا نتمنى إنه إحنا ننميها في أولادنا طبعا اللي هي النزاهة، المثابرة، كمان ضبط النفس جدا مهم عند الأطفال، ومرة صعب إنك أنت تتحكم في أي طفل بسهولة. وآخر شيء أحب أقوله، ثقة بالنفس حلو إن إحنا نعززها في أولادنا. مكملين معكم مشاهدينا، فاصل قصير وراجعين لا تروحوا بعيد.